بط يا ابو ادم، ادم بط البط، ادم افحص بط البط يا ابو ادم، بعدين زي ابو ادم تفحص بط البط، وبعدين زي ابو ادم تفحص بط البط. مرحبا ابو ادم، افحص بط البط. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حباب رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعه الخير، اليوم ان شاء الله حنخصص حنعمل لكم موضوعين في نفس اللي هو الفيديو. اول موضوع ان شاء الله حنلم كل الشربات اللي في المزرعه وحنعملها غسيل معده. ايه غسيل معده؟ غسيل معده. ليش هلقيت حتعرفوا؟ طبعا جبنا شربات صغيره مزرعه كيوت هيك، وبدك تاكلها انت، لك خاطر انت تشرب منها للكتاكيت غاد. فان شاء الله في الفيديو هذا حنلم كل الشربات ونغسلها غسيل معده، وحنعمل كمان يا جماعه الخير اللي هو فحص بيض البط. تمام، فان شاء الله في الفيديو هذا حنفحص بيض البط. زي ما تعودنا يا جماعه الخير، تنسوش تربطوا حزمه الامان وتنزلوا تحت وتشترك في القناه وتفعل تنبيه الجرس الفاقه ابو حزين ليصلك كل جديد. وخلينا نروح وهيا بنا وليتس جو. طبعا جماعة الخير، انا ساقوم في لم كل الشربات في المزرعة وحنعملها غسيل معدة زي ما قلت لكم، فان شاء الله نستفيد في الفيديو هذا. وطبعا جماعة الخير حنخلي فقرة ان شاء الله، طبعا جماعة الخير ان شاء الله حنفحص بيض البط الراقد. خلنا بس نروح نشوفه، وبعد ما نخلص اللي هو غسيل معدة للشربات حنعمل اللي هو الفيديو عليه. طبعا جماعة الخير زي ما شايفين هذا هو اللي راقد ثنتين، مش عارف مش باين عندكم، هذا هم. فان شاء الله حنعملهم فحص البيض ونشوف الجنين اللي جوا، ولكن خليكم معنا نروح نعمل غسيل معده للشربات. حنتكلم كثير في الفيديو هذا وحنشوف مشاهد حلوه ان شاء الله، فهيا بنا وليتس جو. طبعا جماعه الخير خلنا نروح على مكان الكتاكيت ونشوف الشربات اللي انا جبتها للكتاكيت. طبعا هذه هي الخزانه، طبعا جماعه الخير هذه هي الخزانه، فحنبدا نشوف الشربات زي ما شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الشربات فاضيه، فحنقوم في غسلها وتعبئتها في المياه. طبعا حنغسلها في المواد اللي انا حقوم بجلبها. طبعا هذه الشرابه الثانيه والشرابه الثالثه، حننظف البيوت عليهم، حنعمل هيك شغل نظيف. فخلنا نروح نشوف ايش نسوي كمان. تمام يا جماعة الخير، بالنسبة للشرابة هذا والشرابة هذه فأنا جبتهم جديد، يعني ماليش يومين جايبهم، فمش حيحتاجوا غسيل. حناخذ الشرابة اللي غاد، وحناخذ اللي هو شربة الحمام، وحناخذ اللي هو شربات الطيور اللي في البيوت، وحنغسلهم غسيل معدة زي ما أنا حغسلهم. وطبعا زي ما أنا بدي أسوي، أنتم برضو عندكم سووا نفس الحركات اللي أنا بسويها على أساس إن إحنا نقص أو نقلل من المخاطر في المزرعة، ونقلل من الوفيات والأمراض في المزرعة. فحنفوت على قدوة وفدوة نشوف الشربيات تبعتهم والفرعونة كمان، فهيا بنا. طبعا يا جماعة الخير زي ما شايفين هذه قدوة وهذه فدوة، وهذه الشرابة اللي حنغسلها بالكلور إن شاء الله والمواد اللي معانا. وطبعا هذا هو الدجاج وهذا تجميع البيض، طبعا هذه أنا غسلها ومش محتاجة غسل. فحناخذ اللي هو طبعا هاي تجميع البيض هان، وفي واحدة بتبيض هان، مش عارف وين البيضة، مخبيها في العش كأنه هاي زي ما شايفين. فحناخذ كل الشرابات وهيا بنا. طبعا يا جماعه الخير اختصارا للوقت، انا جبت معايا بس اللي هو تنتين شربات وتنتين اللي هو او ثلاثه شربات الكتاكيت، فحنغسلهم منيح ونعملهم غسيل معده في الكلور.
تم جماعة الخير بعد ما احنا زبطناهم حنتركهم بس ابو خمس دقائق. الكلور يعني يقضي على البكتيريا والجراثيم والافات وكل الحاجات اللي فيها، خليها بس ايش خمس دقائق. طبعا حنرجع لكم بعد ما اقعد خمس دقائق وعبيهم وزبطهم على اساس ان احنا نحطهم للطيور ونحط لهم طعامهم وشرابهم وننظف عليهم على السريع وننتقل لفحص البيض او فحص بيض البيض. تمام، ففي الاثناء هذه حروح انا اقعد غاد شويه مع الاطفال او اولادي، وحنقعد شويه هيك حقعد وبعدين حرجع لكم وحفتح معاكم موضوع ثاني، والى حينها خير ان شاء الله يا جماعه الخير. خلينا نروح. طبعا يا جماعه الخير حنروح نشوف ايش صار معنا. طبعا تحيه لجلال، مسي عليهم يا جلال، قولهم السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه هيك. طبعا حنروح نشوف ايش نسوي غاز، فهيا بنا وليس جو. طبعا بعد ما غسلناهم من الكلور حنبدا نحن نعبيهم ونوديهم للبيوت ونطعميهم كمان. بعد ما انتهينا من تعبئة حنروح وحنشوف ايش معانا. طبعا حنروح على البيوت ونحطهم للبيوت، ومن ثم حنحط له الطعام. فعلى السريع هيك انا وياكم خلنا نروح ونشوف ايش نسوي. طبعا جماعة الخير بعد ما حطينا لهم اللي هو الشرب والاكل، طبعا زي ما قلت لكم العلف عندي قاطع وعندي اللي هو حظر لمده 4 ايام، فمش حقدر اجيب الاعلاف، فحمشي لهم اياها على الحبوب هذه قبل ما ايش يفك الحظر واروح اجيب الاعلاف. طبعا هذا بيض السمان، هيا بسم الله ما شاء الله. وطبعا هان حطينا كمان نظفنا عليهم الارض نظيفه والشراب عندهم والاكاله ومية المية. حنبدا نحن نسكر زي ما شايفين، حنسكر عليهم وحننقل لاخر بيت معانا ونطعم اللي هو باقي الطيور ونحط لهم المياه والطعام، وبعد هيك حننقل لكم على فحص البيض. صراحه حيكون فحص بيض البط يعني يدوب هيك ابو دقيقتين او ثلاث دقائق بالكثير اربعه. تمام، فخلنا نروح وليس جو. طبعا يا جماعه الخير بدي احكي لكم معلومه، انه الانثى برضه بتطلع على الذكر، والمعلومه هذه يا جماعه الخير اكيده 100%. لما الانثى تطلع على الذكر وتكسر على الذكر البيض تبعها بيطلع ذكر وانثى، اما اذا الذكر طلع على الانثى من غير ما الانثى تطلع عليه فبيطلع الاثنين ذكرين يا انثيتين. فعلى الاكيد الانثى بتطلع فوق الذكر وبتكسر على الذكر. طبعا هذا الابيض الذكر والانثى السلفر، فهم بس خجلانين عشان انا بصور فيهم، ولكن هو حيصير اللي هو التزاوج وحتطلع الانثى فوق الذكر وحتكسر. سبحان الله، هي يعني الطير الوحيد او الحماميات الطير الوحيد اللي بتلاقي اللي الانثى بتطلع فوق الذكر بعد ما الذكر يطلع فوقيها، يعني بصير زي عمليه تبادل. فخلنا نروح نشوف ايش نسوي. خير حنحط اللي هو الشرابه بعد ما غسلناها، وحنحط لهم الطعام، حنحط الحجل كمان الطعام زي ما شايفين بسم الله ما شاء الله. وبس حننتقل الان، طبعا انا حطامي باقي الطيور، وحننتقل الان للجزء الثاني من الفيديو الا وهو فحص البيض او فحص بيض البط تحت البط. صراحه اذا بدر مني اي خطا اي حاجه فانا يا جماعه الخير مش عارف اركز من الاطفال، فلو انا بدر مني اي شغله فانا بعتذر، لانه الاطفال مش قادر ان انا اركز منها، لانه وقف لهم انه ما يجيش هان ما يعملوش شيء.
او ما يجوش عند الزرع او يعني بنبه لهم فمش مركز معكم في الفيديو، فبعذر منكم لو بضر مني اي شغله هيك ولا هيك. فزي ما قلت لكم خلينا نروح على الجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله. وانا ان شاء الله حطعم اللي هو باقي الطيور بعد ما اخلص حطعم باقي الطيور. والى حينها فرج. طبعا هذه هي الرميات اللي راكده على البيض، تحتها اللي هو البيض ما شاء الله ما شاء الله، والثانيه كمان تحتها البيض. وطبعا حنفرجيكم ايش صار في الرميه هذه ان شاء الله الفيديو بكره ان شاء الله، وحنشوف ايش اللي فكس عندها وكيف حنستقبلها. والى ذلك وخلنا نروح على الجزء الثاني من الفيديو وان شاء الله يعجبكم، واتمنى انه انا اكون يعني وصلت لكم فكره لو فكره صغيره. تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين، وخلنا نروح على الفيديو حيكون هو مدته قصيره ان شاء الله. فليتس جو. فاجيتكم في الليل زي ما قلت لكم، وحنفحص ان شاء الله بيض البط على طلبكم انتم، لان في كثير يعني اشخاص كثير من المتابعين طلبت مني انه انا افحص بيض البط، فعلى اساس هذا ان شاء الله حنفحص في الحلقه هذه بيض البط. وطبعا يا اخوه طلباتكم مستجابه لان القناه قناتكم، وايش انتم بتحبوا ان انا اشرح لكم حنعمل ان شاء الله فيديوهات الى قدام يعني. فخلنا نروح ونفوت ونسمي الله. طبعا جماعة الخير كمبدئيا حنفصل الأضوية عندهم، إذا بتلاحظوا في فوق أنا عاملهم زي إضاءة، فحنفصل أول إشي الإضاءة إن شاء الله. طبعا هدول مش كل البط، في منه راقد وفي منه تم اللي هو النقل إلى بيت ثاني. طبعا تم اللي هو نقل يا جماعة لأنه اتقاتلوا الذيوك مع بعض. طبعا هناك في البيت الثاني ذكر وأنثى، وهذا هو الذكر وهي ذكر ثاني، والذهبية يعني بتوضع بيض. هذا هو بيضها هان مش باين، هذا هو أربع بيضات ما شاء الله، هذا هم ما شاء الله عليهم. طبعا هنرجعهم وحنضيف عليهم البيضة اللي لقيناها هان، فحنضيفها عليهم زي ما شايفين ناصعة البيض لأنه هي فوق ومش متسخة، فحنحطها هان. وحيتم فحص البيض اللي هو هان الانثى هذه والانثى الثانيه، فخلنا نفوت على السريع. تمام يا جماعه الخير زي ما شايفين في عنا انثيتين راقدين على البيض، فحنفحص اللي هو البيض ان شاء الله. طبعا انا خايف احط ايدي تقوم واحده، فحنجرب ونشوف نسمي الله. طبعا انا ضاوي في الفون، فحنشوف كيف نشوف كيف نمسك واحده. طبعا زي ما تلاحظوا خايفه والبيض دافي. فبسم الله بسم الله يا جماعة الخير، إذا بتلاحظوا فيها جنين، هذا هو الجنين، هذا هو ما شاء الله. طبعا كمبدئيا أول بيضة فيها، نشوف الثانية. طبعا حنونة وبتضربش مش زي أمها، أمها يا لطيف عندنا بنشوف أمها كيف. طبعا الثانية يا جماعة الخير ما شاء الله فيها جنين، فخلص يعني اقروا العنوان اقروا جواب من عنوانه. خلينا نشوف كمان واحدة على اساس انه التأكيد. يا عم فيش فيها هذه، خلص كل البيض ما شاء الله معلق، لانه ثالث ذكور، ثالث ذكور في البيت ما شاء الله زي ما شايفين معلق و100% ما فيش اي مشكلة. بدناش نفحص الباقي، ولكن بدي افرجيكم ايش فيك زي ما شايفين. هذا هو، سوف اعمل لكم فوكس. هذه هي طبعا خليها ترقد ما شاء الله عليها. خلينا نشوف الام اللي بتعض بترفس وبتعمل الهوايل. طبعا حنفوت ونشوف، صراحة خايف ايدي تروح. طبعا نودع ايدي قبل ما ايش نحطها. طيب 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 ماشي والله طيب. خلينا نشوف رايقة. أول واحدة رايقة. طيب ماشي طيب طيب. الثانية معلقة ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الرايقة هذه بتكون مبيوضة جديد، يعني واحدة جاية بايضة عندها. طبعا الثانية رايقة. طيب 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 ماشي طيب. التالتة فيها جنين ما شاء الله. يا اخي بتيعة ايدي راحت. فيها جنين ما شاء الله زي ما شايفين، هذا هو الجنين والعروق مبينة 100%. اشكر عمى، والله ايدي راحت يخرب بيت يومك. طبعا هذا هو الجنين ما شاء الله زي ما شايفين، تكون جنين وعروق كمان، يعني في عروق ما شاء الله. شفتوا ليش انا ما بحبش افحص بيض البط؟ ايدي راحت، ايدي ايدي ايدي. طبعا نخليهم لانه رقدت عليهم. يا اختي عليكي ايدي تشفرت. طبعا البيض طلع فيه جنين، ولكن فيها كمان بيضه مبيضين عليها، فمش مشكله. في عندنا
لو ما يعني فقس لهذا وطلعت وضل الجنين او ضل بيض، في عنا لسه بيوضع بيض فبنحطه تحتيها، تقلقوش انا بزرقها. تمام حبايبي، بكم نكون وصلنا لاخر الفيديو، وزي ما طلبتوا مني فرجينا بيض البط، هيني فرجيتكم بيض البط. وبس حبايبي، بكم نكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم الغد سامع اكثر من الصلاه على النبي، اذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.